واشف علا، يا هلا يا هلا، خير. نورت صباح الورد شو والفل والياسمين. اللوحة الفنية اللي قدامي يا يلا هاي انا عملت شير على السوشيال ميديا للفيسبوك. كمان دايب. يلا صباح الورد، الله يعطيك الف عافيه. والله يعطيها العافيه زميلتنا لارا. تشعرك كشخص اللي قاعد يعزف بيانو؟ بيانو صح، يعني اذا انت متوتر اجباري رح ترخي اعصابك. فصباح الورد رخي لي اعصابك. انا جايكي رايق كونه كنت حلقه معها، جايكي بعزف بيانو هلا. يلا نعزف بيانو. بسم الله وعلى بركه الله نبدا. رح نكمل معاكم ما تبقى من برنامج يوم جديد وفقره المطبخ والساعه الاخيره، ورح نعمل اليوم فيها افكار حظه لابراهيم بحب هاي الشغلات. هي مجرد أفكار مش وصفات، سيد من عمل ستاتنا الحلوين اللي عم يحضرونا. فأنا اليوم رح أعطيكي أفكار وإن شاء الله يكونوا على ذوقكم. رح نبلش مقاديرنا مع إبراهيم أكيد لثلاث وصفات متتالية، بالإضافة إلى متابعتنا لكم من خلال اتصالات مباشرة عبر الهواء أو من خلال مشاركاتكم على الفيسبوك. فأهلا وسهلا وصباحكم عسل. يلا يلا ناخذ المقادير. عندنا أول طبق اللي هو كب الكفتة بالبطاطا والأجبان، نصف كيلو لحم مفروم كفتة ونص كوب قرشلة للكسيح تحديدا. نعم. واحد بصل مفروم. شو عندنا كمان؟ عندنا زيت نباتي، ملح، فلفل، بابريكا، بهار مشكل، جبنة موزاريلا وجبنة شيدر. ايضا حشوه البطاطا بدنا بطاطا مهروسه وزبده مذابه. نعم. ملح، فلفل الكسيح وجبنه شيدر ايضا. نعم. صوص البندوره بدنا معجون طماطم وماء مغلي فقط. يس مان، وهيك بنبلش. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للكفته، نعم انا عملت شير فاكيد احنا متابعين معهم. بالنسبه للكفته لحمه معها دهنه، حطيت تقريبا خلينا اقول نص كيلو لحم مفروم، وحطيت عليها تقريبا 100 ل 150 جرام من الدهن ودهنه الخروف تحديدا. شو مكان نوع اللحم حطي معها دهنه عشان تعطيك هيك شويه سوائل وجوسي تكون على اللحم. راح احط عليها شويه بصل، بقدونس اختياري ولكن ما لها دخل بالوصفه فما راح احط بقدونس. بالنسبه للبهار فقط ملح وفلفل، ولكن انا راح اضيف اجتهادا مني لانه الطعم كثير اطيب وبيلبق مع ميكس الاجبان اللي راح اضيفه. فراح احط شويه بابريكا مدخنه، ممكن عادي ممكن حلوه او حره، بالاضافه الى البهار المشكل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. على بركه الله. يلا يا سيدي ناخذ تعليقاتكم عبر الفيسبوك لايف من صفحه يوم جديد. امن القريوتي من صبح عليكي، ومشاهد الجيسي من صبح عليكي ايضا، وفواز من صبح عليك. رح ناخذ كل التعليقات. وشف بلشتي باللحمه المفرومه. نعم. وليه وليه احنا حلقه السبت الاحد. نعم. ليه كانت يعني غير شكل والله بوجودك الطيب، وجود الزملاء الطيبين. أكيد يعطيك ألف عافية. كل شيء بصير تمام الله يرضى عليك. تمام، هون في عندي أنا اللحمة مفرومة ناعم مع دهنة، بالإضافة إلى البهارات. رح أحط شوي من البهار المشكل. هاي بهار مشكل. نعم شكرا شكرا. من ملح، هي ملح. طبعا الملح ابراهيم انا مستخدم اليوم ملح وفلفل من الكسيح، وسبق وذكرت بانه علبه الكسيح يمكن استخدامها اللي هي رش، ولكن احنا في عالم المطابخ لازم نستخدم المقدار او المعلقه، مش لازم بايدنا، مش لازم بالغطاي، مش لازم من المرتبه، ممكن ينزل كثير. فانا عشان اقدر الكميه اللي بدي اياها يفضل اني انا استخدم المعلقه، ولكن اذا كان بس بدي ارش فاحنا نقدر نستفيد من الكسيح بالغطاي تبعتها لانه ممكن انا ارشها رش. حطيت ملح وفلفل وبهار مشكل. أسألك سؤال، تفضل. صارت فيك ترشي ملح ويوجع علبة كاملة جوا؟ كنت رح أروح أنام على الدرج. بسيطة، ما تغديتوا يومها أكيد. والله لا مش عاملة يعني صراحة. شوف دايما ستي بيت هيك مستعجلة بسرعة بسرعة وكذا، فصارت وصار الملح والفيلم انه اذا كانت الطبخة على النار وانت بدك تزيد الملح ووقع كل مصيبة يعني. بتقدريش تلمي يمكن ها يعني. ممكن تدارك ترمي لك حبة بطاطا بالطنجرة ها ممكن. نشاها بسحب الملح بس مش دايما رح تزبط، لذلك يعني يعني بصراحة مشكلة. اشيو منه. ايوه هاي البصل دهناه طحناه، وبعدين انا عم بعصره كثير منيح من ميته لانه ميته رح تخلي اللحمه تفرط عن بعضها وخليها جو من السوائل، وانا ما بدي هاي السوائل. تمام هيك هيك تمام. ايوه هاي البصل على اللحم، ورح نستخدم هلا رشله الكسيح.
أرشلة، بقسماط، خبز من عندها للستية طحنته وبهرته كمان بصير. تمام؟ شوف أنا وين راحت. يا طيب ناخذ تعليقات معك. اه انا بدي اروح اجيب الارشله وانت معك الكومنت مع بين وانا بقرا. نور الدرابي منصبح عليك اكيد. ايضا فريال القصراوي صباح الخير. ام رامز العقرباوي الشيف علا بتصبح عليك اكيد، وبندعي لبنتك اكيد بالنجاح في الرياضيات. خالد عربيات منصبح عليك، من رواد النابلسي منصبح عليك، ورشا سليمان صباح الخير افضل شيف. شيرين قتيش صباحكم ورد. سهى عطيات يسعد صباحكم. ام محمد حوامده في حال وجود اي اسئله ايضا احنا بنحب ناخذ اسئله واستفسارات. هلا ارشله المحيط ارشله الكسيح عقلي بشيء ثاني. طيب هلا ارشله الكسيح من فوق هذا هون هيك بسكر. تستخدميها بتسكريها يعني اللي ما بتحب تفضي بمرتبانات وبتحب شكل الكيس اللي كتير حلو، هو 3D شكله كتير حلو، فممكن انت تفتحيها. أيوه سحاب بلاستيك محكم الإغلاق تمام وبسكر، فما يعني ما بيعبي الدنيا بالكيس زي الكيس الثاني مو ينمزع بيعبي الرف. نعم وهالأمور. فرح أحط أنا لأنها رح تمسك لي معاي الخلطة، وبعدين رح أكمل بالقليل من الزيت النباتي، ممكن زيت زيتون برضو كمان برجع لهم. تمام ومع دهنة اللحم بسم الله الرحمن الرحيم أعجنهم مع بعض. يا سلام خلطة سحرية شيف. والله شوف زاكية كتير. هلأ بتدوق بتعطيني رأيك. حطيتي زنجبيل ولا أنا بتحيق؟ ما حطيت بس بصراحة بتطلع طيبة إذا بدك تدوقي. بس أنا بحاول دائما هيك أدلل اللحمة وأخليها برونقها، بحبش كتير أطغى بالنكهات. الزنجبيل صراحة إبراهيم طعمته كتير قوية. طعم اللحمة مش حلو تخرب يعني حلو دائما يكون هيك طعمها. نعم إذا أنا برجع بعجنها ببعض. هلا قديش طحنتها؟ أنا طحنتها وجه واحد على المشط الناعم فقط. أصناف الكسيح عم تظهر أمامكم على الشاشة، طبعا رينج كتير كبير واسع جدا يا أبو مالك بني صخر. نتمنى لك مشاهدة ممتعة. أكيد بنجيب لك تحية. يلا هي إحنا هيك عجناها مع بعض. يلا ناخذ اتصال. يلا على طول معنا ليان. صباح الخير يا ليان. ألو صباح الفل والياسمين كيفكم؟ تمام الحمد لله، أنت كيف حالك؟ يا إبراهيم صباح الخير، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا رب، صباح الطاقة هيك الإيجابية والحماس. يلا الله يا ربي نهارك يكون سعيد يا ربي دائما. علينا وعليك يا رب. وكيفك شيف علا صباح؟ يا هلا يا هلا صباح العسل. كيفك صباح أهلا. الفل والياسمين وكل عام وأنت بخير. هلا حبيبتي وأنت بخير وصحة وسلامة. أهلا يا قمر. حبيبتي شيف علا بدي أسألك سؤالين. قمر تفضل. امبارح المتبل حطت في محضرة الطعام، والسؤال الثاني كيكة التمر ايش حطت المواد الناشفة؟ هلا المواد الناشفة بدك ترجعي للحلقة عشان تشوفي معاي اللي هي المقادير. تمام اول اشي بتبلشي بالسوائل بعدين بتمشي بالنواشف. وبالنسبة للمتبل مش ضروري محضرة الطعام، ممكن على مدقة التوم ستيل مثلا او ممكن بالشوكة، مش ضروري محضرة. نعم بس ايش المواد اللي حطتها؟ حطت فلفله والليمون والملح. كلها بتلاقيها بالوصفه من خلال البث المباشر، الوصفه مكتوبه رح تظهر امامك على الشاشه بس تفتحي عليها او حتى على اليوتيوب، فكل الوصفه موجوده. انا كتبتها وحضرتها هيا قدامي. ارجعي على الحلقه، ارجعي على الحلقه بتلاقيها كلياتها مدونه بالحرف. وبعدين احنا كمان ذكرنا خلال تحضير الخطوات على اللي هي طريقه التحضير. اهلا وسهلا فيك يا ليان وصباحك عسل. اكيد تمام. هلا انا هون راح استخدم، راح اعملها مثل الكب بالقوالب بس مو شرط كمان احنا برضه مو شرط يعني. شكرا ابراهيم. ها شوف يعني ممكن يدويا تعمليها. ممكن ها انا اعملها صينيه تحطيها عادي زي ما بنسوي الكب المشوية مثلا زي هيك. بس أنا ليش بدي صينية الكب كيك؟ عشان تمسك اللحمة تاخد شكل. هلأ هيك ممكن تفرد معي بالصينية ممكن، أنا لا حطيت طحين ولا حطيت إشي يمسكها بس حطيت أرشلة، فهيك ممكن تفتح. بس بصينية الكب كيك لما أنا هيها لما أنا حطيتها هي رح تاخد شكل الكب. وأنا بدي أفتحها من الداخل لأنه بدي أحط فيها حشوة كتير لذيذة، كتير حشوتها طيبة. تمام شايفين؟ فهذا رح تاخذ الشكل بعدين انا بروح. يلا تمام
طيب شوف، وفي عنا تعليق هون نابلس منال أبو عيش بتصبح علينا، وأيضا أماني دحلة صباح الخير أكيد. شيرين أوجه تحية لمنال ووجه تحية للكرمل كمان. الله كرمل يرضى عليهم ويسعدهم. أجمل ما موضوع إنه عندهم اللي هي موضوع التوصيل للبيت وهالأمور هاي، فممكن تحكي معاهم الست بيوصلوا لها على البيت، وفي عندهم خدمة التقطيع والفرم والتأوير وكله فريش، عندهم ستات بيشتغلوا. هذا أكثر إشي أنا بحبه بالكرمل، إنهم بيشغلوا سيدات المجتمع. حلو. شو مكان أمرها؟ نعم، وسيدات بيوت بياخذوا منتجاتهم بيحطوهم، وهذا ريسك عليهم. فكل الاحترام لكل حدا بدعم بنات البلد عن جد. شكرا من القلب. انا شفت بعيني، محدش قال لي يعني. خضره فواكه طازه بكل الفروع. طيب معنا الارقام ظاهره على الشاشه اسفل الشاشه لكل الاشخاص اللي حابين يتواصلوا معنا. نعم. ويتصلوا. يا اهلا ويا مرحبا بكم. وبالنسبه لمنال طراونه منصبح عليك برضو، مشاهدة ممتعة أكيد. تمام. طيب إحنا هلأ شوف هيك إحنا عملنا لها صح، رفعناها، هلأ هاي ممكن تنشف وما تستوي، فإحنا إيش بنسوي؟ نسوي عليها هيك بنطبطب عشان تمشي على بعضها، تمسك وتأخذ الشكل الحلو وما تفرط بهذا الشكل. وبعبي كل الصينية، ما برجع بحط إشي جوا هون زيت، لأنه أصلاً أنا عجنتها بزيت، وتحت منها وهون زيت عشان هي كمان إيش تأخذ. استخدمت بخاخ الكسيح، وقلت لك أنا في بالأسواق منه زيت نباتي، وفي منه اللي هي بخاخ الزبدة، ومن جوا إذا هزيتي، أنا هزيته قدامك لأنه ما فيه صوت، لأني متعودة على الأصناف الثانية أهزه لأنه جوا بيكون في غاز عشان أحرك الزيت. بس هون لو فتحت العلبة جوا في كيس معبى فيه الزيت. تمام. هلا انا بدي اروح على الفرن وراح احطه على الرف الاوسط، وراح اغطيها بشويه قصدير، انا ما بديها تاخذ لون كتير، بديها يضل لونها حلو عشان هي بس تتحمر من تحت وتمسك حالها، ومن جوا راح اعبيها. راح ناخذ الاتصال ونجهز حشوه البط. معنا ايه. ايه صباح الخير. صباح الورد، صباح النور. كيف حالك؟ كيفك يا ابراهيم؟ اهلا وسهلا. كيف صحتك؟ كله بخير ان شاء الله. انت صحتك تمام؟ والله منورين الشاشه. والله يسعدك. الله يسعدك. بدي احكي مع الشيف انا. والله تفضلي. اكيد هيها معي. اهلا وسهلا. صباح الورد. صباح النور. كيف يا خلاص؟ هلا حبيبتي، احنا وانتم بخير الحمد لله. كيف صحتك؟ سؤال اكل الزاكي هذا. الزاكي للزاكيين الدللي. يا سلام حبيبتي، شكلك بتحبي الكفته. يسلمك وعينيك يا رب. حبيبتي الله يخليكي، بخدمتكم. صباحك ورد. اهلا اهلا نورتي. يلا هلا انا راح اخذ شويه. شو عندنا؟ وين وصلنا؟ البطاطا. نعمل حشوه البطاطا. حشوه البطاطا. رح ناخذ بطاطا. يفضل انها تكون سخنه ابراهيم، يفضل، عشان هيك انا غطيتها لانها سخنه عشان ما تقدري تتحكم فيها. سلقتها بقشرها. نعم. سلقتها بقشرها، بعدين قشرتها وهي سخنه، وبعدين زي ما انت شايف امامك عم باخذها بهذا الشكل. بهذا الشكل فيها شيء هاي. نعم. بس وقتك بس عشان تكوني عارفه انه في تطور اصلا، في امور عم بيتم اكتشافها. هاي زبده. كثير زاكيه خطيره هالخلطه. ملح قد ما بدك، ملحي وفلفل، وبعدين راح احط شويه شدر او موزاريلا زي ما بتحبي. اوكي. لانها سخنه البطاطا شو راح يصير في الجبنه؟ الجبنه راح تسيح على حراره البطاطا، وكمان راح تخلي البطاطا تمسك حالها، وبالتالي انا بحشيها بالكب تبع الكفته بشكل سليم. معنا اتصال. يلا معنا اتصال. ام فراس. ألو. صباح الخير يا ام فراس. يسعد صباحك، كيف حالك يا ابراهيم؟ تمام الحمد لله، انت كيف حالك؟ الحمد لله منيحه بخير والله. مبسوطين انه يعني تواصلتي معنا وعم نسمع صوتك. الله يخليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك ويطول عمرك. الله يرضى عليك. عيش. شكرا. شكرا. الله يخليك. ممكن احكي مع الشيف علا؟ طبعا تفضلي، هيها معك. الو صباح الخير. اهلا بست الكل. اهلا. هلا حبيبتي. اهلا. والله زمان وانا بحاول اتصل. شفتي كيف حظنا حلو اليوم، سمعنا هالصوت الطيب. اهلا فيكي نورتينا. تسلمي. تسلمي حبيبتي، يعطيك العافيه ان شاء الله. كل سنه وانت بالف خير. ان شاء الله وانت بالف خير وصحه وسلامه، والله يعطيك العمر والصحه ونضل نسمع هالصوت الحلو. الله يخليك. بس بدي اسالك علا. امر تفضل. فتحت انا على الرز الافغاني. نعم. مسجلين الحلقه على اليوتيوب، مش مسجلينها من الأول عشان بدي مقادير. أنا بدي قديش حرقت السكر، بدي قديش حاضر يعني. أنا رح أشوف لك الماستر ونرجع نشير لكم إياها على السوشيال ميديا، وإن لم تتوفر من عيني التنتين الدلة اللي بعد لك إياها من الصفر.
الله ابشري يخليك احنا هذا اللي بدنا اياه، انتم تستفيدوا مش بس نعبي حلقه فابشري من عيني التنتين دللي امر. يلا هلا هون هي الكب تبع الكفته، اخذ لون كثير حلو ومن تحت اخذ لون كثير حلو ومسكت حالها زي الكب مثل الكب كيك هيها تمام. وبعدين من هون انا راح اروح احشي فيها من الداخل. خلينا نشوف شو رح نعمل فيها. رح أروح أحطها بإشي يفوت على الفرن، سواء صينية فرن سواء بايركس أي إشي بدهم إياه إبراهيم. بعدين رح أحشي فيها البطاطا اللي عجلنا معها، الشدر تشيز مبروش والزبدة والملح والفلفل. بدكم تستخدموا فلفل أبيض عشان ما تغيري لون البطاطا بصير، بس أنا بحب يعني هيك شكل الملح يبين تمام الكلام. يا سلام. حشينا. بعدين شو رح نعمل؟ شو بدك تحط عليها؟ نحط عليها موزاريلا ورح نحط عليها كمان شدر تشيز، طبعا اختياري يعني مش كلام قانون، انت شو ببالك اعملي. هيا بس هيك يعني بتقللي من نشفان ال لسه هلا بتشوف شو رح نعمل. يعني بتصفي فيها جبنه فيها هلا في كفته لانه عاده بتكون ناشفه يعني خصوصا لما يكون معها مرقه 100%. هلا رح نحط المرقه. كلام يعني. سليم شيف يلا صديقي والله 100% لأنه الكفتة بتطلع ناشفة ونوعا ما في ناس أطفال تغلبوا بس بهالطريقة هيك رح نغريهم لأطفالنا فعلاً. ونحببهم بالطبق. معنا اتصال من هبة. هبة صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك يا إبراهيم؟ تمام الحمد لله. كل عام وأنت بخير يعني هيك مسبقاً حابين نكون أول ناس منعيد عليكي. وانت بخير وصحة وسلامة والله يطول بعمرك ويحفظك يا إبراهيم. يسعدك تفضلي. ألو صباح الورد. ممكن أسلم على الشيف علم؟ تفضلي هيها معك. كيفك يا هبة؟ الحمد لله. كيف حالك؟ كيف حالك؟ شو الأخبار؟ الحمد لله رب العالمين. ممكن نسألك سؤال يا شيف علم؟ أمر ستي. بدنا طريقة معمول بالطحين بس تستنى تكون طريقة صحيحة. كمان مرة عشان ما سمعتك أنا قولي. بدنا طريقة معمول بالطحين بس تكون بسمنة بطريقة صحيحة. طيب أنا برمضان الماضي وبرمضان هذا أعطيتكم طريقة فندق من فنادق عمان الفايف ستار تمام. أنا أخوي شيف حلويات فهاي وصفة من فندق نزلنا لكم إياها على الميزان وعلى برنامج لحتى عملك إياها بالمعلقة وبالسكينة وبالشوكة يعني على قد البيت أقصد بالكاسة بالصحن بالمعلقة. فبتفتحي على اليوتيوب اكتبي كعك البطحين بالقشطة وعلي إذا ما بلطوا عندك ضيوفك يعني وصفة زي ما بقولوها أخواننا المصريين ما تخرش المية بس التزمي وبيتي العجينة بالتلاجة ما لا يقل عن 12 ساعة يعني ليلة عجنيها بالليل وقوم الصبح قولي يا رب وسمي وابدا ما راح تخرب معاكي. بس احضري اليوتيوب كثير منيح وركزي بطريقه التحضير وادعي لنا ستي. شفعونا ممكن سؤال ثاني؟ امر تفضل. يلا وطريقه الغريبه لو سمحتي اذا ممكن. والحلبه عملنا الحلبه بطريقه ما بتطلع ريحه نهائيا واللي بياكلها ما بحس انه في طعم قوي جدا موجوده على يوتيوب يعني احنا صعب اضل انا اعيد بالوصفات ولكن موجوده بخدمتك يعني احنا اللي عم نعمله بنعمله عشانكم فرح تلاقيها تحت ايدك مش رح تتغلبي. هلا يا قمر شو عملتي شيف؟ انا هون بس دوبت معجون طماطم مع شويه ماء فاتر تمام. ممكن بدهم يحطوا كمان شويه بندوره بصير راح شوي هيك اسقفوها شيء بسيط شيء بسيط لما تصير تغلي اصلا راح تعطي جو من السائل حواليها تمام هيك بعدين اختياري انا جايبه هون شويه فلفل راح احط حواليها. ممكن الست تحط روس بصل هيك صغيره ممكن ما اعتقد بتزبط الكريمه ممكن بس مش زاكي مع هاي ممكن مع الدجاج تمام الكلام مين. فهيك انا حطيتها راح اروح اغطيها بالفرن عشان اضمن انه هون يبلش يغلي بدون ما تسيح الجبنه وتتحمر كثير. فمهم جدا تغطيها بورق فويل لما تصير تغلي يعني تقريبا ربع ساعه بتكون اصلا هي استوت اللحمه وامورها تمام واللحمه المفرومه ما بتاخذ وقت راح تصير تغلي. بعدين ارفع عنها الفويل وبعد الفويل ايش راح يصير راح تسيح الجبنه. خليني اورجيكم اياها يلا بعد النهائيه يا سلام تتسبك طبعا البندوره الفلفل عندي شوي هيك بيكون مرتب ممكن نحط احنا تشيري ممكن نحط قطع بندور عليها مقطعه بلديه بصير ممكن تحطي هاي الكرزيه وبتكون ساحت معانا الجبنه جبنة. تمام